سميتي يوسف بيكالي، عندي اخوتي واحد البنية الله تزادت لي على 7 ديال الشهور، تزادت لي في مدينة جديدة في محمد الخامس، سبيطار مستشفى ديال محمد الخامس. ودابا اخوتي راه طلبوا لي اخوتي نديها لشي كلينيك وانا ما استطعتيش، وجيت اخوتي لهنا مدينة الدار البيضاء اخوتي، لقيت واحد واحد المصحة هي اللي لقيت اخوتي ديال قطرة حليب، هي اللي يعني فيها شوية ديال المساعدة. ودابا طلبوا لي غير 1000 درهم، 20000 ريال ولا امبيلونس باش نجيب الدريه، ما عنديش باش نخلصها. وانا اخوتي راه كان بائع متجول، راه كنبيع ونشري، كنبيع هذوك الجوايه ديال لاكارت كل مره، اش ندير اخوتي الفراشه وكل مره اش ندير، يعني نهار بنهار اخوتي. وعندي وليد في عمر 3 سنين وعندي هاد البنيه اخوتي راه تزادت على 7 ديال الشهور، خاصه اخوتي خاصه العنايه، خاصه هنا تجي لهاد الكلينيك على قبل، حيت ما عندهمش واحد الالبوب ديال الحنجوره تما في الجديده. ها هي الاوردونونس راه معايا، هي فينا هي، راه من نهار 6 اخوتي وانا كنقلب، من نهار 6 في الشهر وانا كنقلب، من نهار السبت وانا كنقلب اخوتي بدون حتى حاجه اخوتي. راه لا اله الا الله محمد رسول الله اخوتي. وانا من البارح وانا والله الا بيت غير في الجرده، بيت في الجرده البارح كانوا غيتكرسوا عليا شي وحدين في الجرده، راه غير ربي اللي جا من جهتي وصافي. الام والبنت راه باقيين في السبيطار في الجديده. انا باغي اخوتي دابا بغيتكم تساعدوا معايا اخوتي باش نجيب هذيك البنيه اخوتي لينا القطره حليب في لومبيلونس، وهذيك 20000 ريال اخوتي اللي غنخلص ليهم. صافي هادشي اللي بغيت اخوتي، ما بغيت حتى حاجه اخوتي. انا مزوق فيكم، راه لا اله الا الله محمد رسول الله.